20 hard and fast. قابل اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تبع الجميع اولا هذا الملعب لا يليق بكره القدم لان ملعب كارثي كارثي في الله زعما بالنسبه لفريق وداد طنجه فغايكون في العون باش يلعبوا يلعبوا المباراه ديالهم جميع في الملعب هذا. الحمد لله اللاعبين قدموا يعني مباراه قتاليه، كنا طامحين باش نحققوا ثلاثه نقاط ولكن الكره هي هذه فيها تعادل وخساره وربح، فالحمد لله نقطة إيجابية خارج الملعب. نتمنوا من الله نعوضوا في المقابلة الجاية يعني انتصار ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله ونتمنوا التوفيق لفريق وداد طنجة باش يخرج من هذا المأزق هذا، ونتمنوا لهم باش يعطيو حتى الملعب باش يلعبوا واحد الكرة اللي صراحة عنده فريق في مستوى ويقدموا واحد الكرة جميلة، ونتمنوا لهم التوفيق. بارك الله فيك خويا عدي، شكرا.